أفيدكم بأن الحكومة قد اتخذت الإجراءات الآتية. أولا، في الجانب السياسي تم توثيق كافة الجرائم المرتكبة من قبل المدعو خليفة حفتر والمتورطين معه، وخاطبت وزارة الخارجية مجلس الأمن بذلك ووضعته أمام مسؤولياته التاريخية والإنسانية. وقامت الحكومة بمخاطبة مجلس محكمة الجنايات الدولية بشكل رسمي بشأن تقديم المسؤولين من ميليشيات خليفة حفتر من العسكريين والمدنيين إلى محكمة الجنايات الدولية وعلى رأسهم المجرم خليفة حفتر من أجل محاسبته. كما تم وضع البعثة الأممية أمام مسؤولياتها وطلب منها تحديد موقفها بشكل واضح تجاه هذه الجرائم. ويعمل السيد وزير الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية على التواصل مع كافة دول العالم من أجل دعم موقف حكومة الوفاق الوطني ودعم مطالب جموع الليبيين في إقامة الدولة المدنية. وإننا إذ نؤكد على أن حكومة الوفاق الوطني هي من حاربت وتحارب الإرهاب، ولا يوجد بين صفوفها مكان للإرهابيين، وأن هذه الشماعة يستخدمها الطرف الآخر لتبرير الهجوم على العاصمة، ولكن هذه المبررات لم تعد تنطلي على أحد. ثانيا، في الجانب العسكري، إن تقدم الجيش الليبي والقوات المساندة له في جميع المحاور وتوجيه ضربات موجعة على العدو كان سببا للجوء ميليشيات خليفة حفتر لقصف المدنيين للتغطية على هزيمتهم في ساحات القتال. قوات الجيش الليبي والقوات المساندة له تتقدم يوميا لتحقق انتصارات متتالية في كافة المحاور. ثالثا، الجانب الخدمي، تم إصدار التعليمات لوزارة الصحة وكافة السفارات لاتخاذ تدابيرها لتوفير العلاج للجرحى المدنيين والجرحى من جنودنا في المعارك ضد الميليشيات المعتدية. ونتج عن هذا الهجوم الغادر تعطل العمل في العديد من المرافق التعليمية، سواء تلك الواقعة في نطاق الاشتباكات أو تلك التي تم استخدامها كمأوى للنازحين، مما تسبب في توقف 122 ألف طالب عن الدراسة. وللأسف نتج عن هذا العدوان نزوح ما يقارب 16 ألف مواطن من مساكنهم، منهم حوالي 2100 مواطن نزحوا خلال 48 ساعة الماضية. وتعمل الحكومة على توفير احتياجاتهم وتقديم العناية لهم. وقد عقدت لجنة الطوارئ اجتماعها اليوم، وتم تشكيل مجموعة من فرق العمل وأعطيت لهم التعليمات لحل كافة المختنقات وتقديم الخدمات للنازحين والمواطنين. وفي هذا المقام لا يفوتنا تقديم الشكر للشرفاء والوطنيين من مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين الذين عملوا منذ بداية هذا العدوان على طرابلس في استقبال النازحين وتقديم يد العون لهم وتقديم الخدمات وتلبية احتياجاتهم. كما نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لرجال الهلال الأحمر الذين تنادوا وعملوا في المناطق الخطرة وكان لهم الفضل في إنقاذ العديد من العائلات. وأيضا نتقدم بالشكر لرجال الأمن الذين يسهرون على حفظ الأمن في البلاد، ولكل من ساعد وساهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وكل من هب للعمل والمساعدة، وهذا دليل على الوطنية التي تتجلى في أحلك المواقف. ونطمئن المواطنين بأن حكومة الوفاق الوطني تعمل على جميع الأصعدة العسكرية والدولية والمحلية من أجل صد هذا العدوان والقيام بدورها لتأسيس الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات. وختاما نقول: وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الآن باب الأسئلة مفتوح. السلام عليكم. طبعا بخصوص ما حدث ليلة أمس من قصف عشوائي للمناسب في أحياء متفرقة العاصمة طرابلس، بعض الوسائل الآن تتهم قوات منطقة قوات أحمال طرابلس هي المسببة لهذا القصف. ما تعليقكم؟ تعليق أن هذا استخفاف بعقول الليبيين. الكل يعلم أن القصف تم بصواريخ الجراد، وهذا النوع من السلاح له مدى معين لا يقل عن 20 كيلومتر، فلا يمكن القصف من داخل طرابلس وسقوط هذه الصواريخ داخل طرابلس. الأماكن التي تم القصف منها مرصودة وموثقة وستفصح عنها حكومة الوفاق الوطني في الوقت المناسب. طبعا السؤال الثاني، ما رأي
الحكومة يمر قبل جلد صدر المدة العسكري تعمل في عهده بحق الرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة. هذا القرار لا قيمة له، لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به، وهذا دليل على أن القوات المهاجمة طرابلس انقلبت على الشرعية وعلى الاتفاق السياسي، بل بالعكس وضع داعميهم من المجتمع الدولي في موقف محرج. العالم يعترف بحكومة الوفاق الوطني كممثل شرعي للليبيين، وما قام به خليفة حفتر هو انقلاب على هذه الحكومة، ووضع حتى خلفائه في موقف محرج أمام العالم وأمام الناس. طبعا السؤال الثاني، هل تم فعلا تقديم استقالات من قبل بعض المسؤولين أو الوزراء من الحكومة وأيضا من السفراء بعد الحكومة؟ هذا الكلام غير صحيح. الحكومة متماسكة وتعمل كخلية أزمة، الوزراء في مكاتبهم، منهم من كان في بداية هذه الأزمة في مهمة وقطع مهمته ورجع إلى عمله. بعثاتنا الدبلوماسية موجودة وعلى تواصل مستمر مع معالي وزير الخارجية ووزارة الخارجية، ويقومون بواجبهم في إيصال صوت الحكومة وصوت الليبيين في حقهم في إقامة الدولة المدنية ورفع حكم الفرد وعسكرة الدولة. شكرا. أبو جبار بالجزيرة العربية، لماذا لم نرى تمديدات من سفرات مبعوثات الدول الخمس الكبرى من أمثال سفارة ليبيا في واشنطن، في لندن، في فرنسا، في إيطاليا، في غيرها من السفارات؟ وهناك بعض سفارات متهمة بالتواطؤ مع خليفة حفتر والأتباع. لا، أغلب السفارات وكل السفارات، جميع السفارات هي تابعة لحكومة الوفاق الوطني وعلى تواصل دائم. خرجت اليوم بيانات عديدة من عدة سفارات وستخرج تباعا للتمديد، وهذه السفارات التي ذكرتها على تواصل مع الدول الموجودة بها وأوصلت صوت الحكومة وصوت الليبيين، فلا يوجد أي سفارة متواطئة مع خليفة حفتر أو أي أحد آخر. جميع السفارات تتبع الحكومة الشرعية وتتبع وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني. سيد مهند، بصفتكم وزيرا للدولة لشؤون الجرحى، أسر الجرحى، الآن كيف تعاملت حكومة الوفاق مع عدد الكبير من الجرحى؟ الحكومة وزارة الصحة طبعا هي من قائمة بهذا الدور وتعالج الجرحى، من منهم علاجهم متوفر في مستشفيات بالداخل، قدم له العلاج المطلوب، ومن يحتاج العلاج بالخارج تم تسفيره، والأمر يسير بشكل منظم وبشكل ممتاز. سيد مهند، هل تتوقعون حل سريع أو في الفترة القريبة لهذه الأزمة؟ نحن جاهزين لكل الخيارات، قواتنا الموجودة تدافع عن العاصمة، بل بالعكس هي الآن في مرحلة هجوم وتقوم بدحر هذا الغزو على العاصمة. الحل السلمي أو الحل السياسي، معالي رئيس المجلس الرئاسي أو كل من في الحكومة كان كلامه واضح في أن قبول أي حل لا يكون إلا بعد رجوع هذه القوات المهاجمة إلى الأماكن التي انطلقت منها أول مرة، فنحن جاهزين لكل الخيارات. شكرا جزيلا.